عشر دقائق من تمارين الظهر، كل تمرين راح نسويه مرتين، الخمسة الأولى بعدين الخمسة الثانية. أول تمرين بطحي تماما على الأرض، ارفعي فقط الجزء العلوي الأعلى باستقامة الإيدين، بعدين رجعيها للخلف، جيبيها للأمام وريحي. رفعي الإيدين الأعلى، خلف، أمام، ريحي، شهيق، رجعي الإيدين للخلف، جيبيها للأمام وريحي. يعني فقط الحركة على الإيدين، بدديها على الأرض، رفعيها الأعلى، رجعيها للخلف، سوي الضم سكويز للظهر، بعدين مدديها للأمام ونزليها للأسفل. هذه تعتبر تحمية وأول تمرين للظهر. ريحي الجزء السفلي وركزي تماما على الظهر. خذي شهيق زفير، شهيق أثناء حركة الإيدين، زفير أثناء نزولها على الأرض. الحركة التالية رح ناخذ الأثقال عالية الوزن وننبطح على الأرض، لصقي الأثقال الثنتين أمام الصدر، اثني الكوع، بعدين نزل الإيدين للخلف كاملة وجبيها الأمام، لصقي الأثقال، رجعيها للخلف كاملة وجبيها الأمام. لاحظ إن في انثناء في الكوع بسيط. شهيق أثناء عودة الثقل، زفير أثناء قدومه أمام الصدر. حسي بامتساس الظهر من الجانبين. التالي تركي الأثقال، خذي أوزان خفيفة، أصابع إيدينك للخلف، إيدينك مستقيمة، ثبتي الظهر بشكل مائل ومستقيم، رجعي اليدين للخلف، جيبيها الأمام، حسي بانضمام الظهر من كذا من البقعة اللي في الوسط، تنضم باتجاه العمود الفقري، بعدين ترتاح. خذي شهيق أثناء عودة الأثقال للخلف، زفير أثناء راحتها. They just slow me down and my progress suffers. It's not you, it's me. But really, I just work much better when I'm free. I don't do things for the hell of it. I do things that I do for the benefit. I make moves that'll make me relevant. I've been telling them, you just gotta work hard, play hard, punch that race card, move fast, take charge, do that, make hard, move past fake cards, lose that hate card, and never give up. And the gun goes race card. الحركة التالية أيضا راح نحتاج أوزان خفيفة، نجلس على المؤخرة، نفتح الساق نص فتحة، الأصابع للأعلى والأثقال متضاربة أمام الصدر، افتحيها للخلف واقبضيها على رؤوس بعض أمام الصدر، لاحظي انثناء بسيطة في الكوع. خذي شهيق زفير، ثبتي الظهر، خلي مستقيم مرتاح والأكتاف مرتخية. شهيق أثناء الفتح، زفير أثناء الإغلاق. الآن نعود لآخر تمرين في الجولة الأولى قبل التكرار. يديني ورجولي كلها من بسطة وارفعها الأعلى مع بعض، أنزلها الأسفل. الآن اليدين مع القدمين، يعني الجزء العلوي مع الجزء السفلي، كل أبوها ترتفع الأعلى شهيق، تنزل الأسفل زفير. شهيق زفير، الإيدين مستقيمة ورجول مستقيمة، رفعيهم مع بعض، نزلين مع بعض. هذا آخر تمرين في الجولة الأولى. راح نكون كده انتصفنا التمرين لليوم.
احسنت ليتس جو راوند 2. خليك من بطحة، ريحي الجزء السفلي فقط الجزء العلوي، ارفعي اليدين رجعيها للخلف، بعدين اقيميها مستقيمة ريحيها على الارض، ارفعي اليدين ضميها للخلف اتجاه الظهر، ارفعيها للامام نزليها الاسفل، ريحي الجزء السفلي. حاولي قدر الامكان ترفعين الكتف والصدر عن الارض. التمرين اللي بعده، انبطاح على الأرض، أثقالي متشابكة متلاصقة أمام الصدر في انضمام بسيط في الكوع، انتناء أرجع الثقل للخلف وأجيب للأمام الصدر. شهيق زفير استمري. تقدرين في أي لحظة ترفعين الثقل، تقللين تخفضين الثقل على حسب قوتك وقدرتك وإحساسك بالتمرين. التالي، اثقال خفيفة، الظهر ثابت مستقيم نازل للأسفل، أصابع اليدين للخلف، وأبدأ أرجع اليدين للخلف بخط مستقيم وأنزلها. هذا التمرين جدا يعجبني، أنه يحسسني زي الكور في الظهر كذا تنقبض باتجاه العمود الفقري وتنبسط، تنقبض وتنبسط، أحبها، أحس أني أحس هنا بالظهر بقوة. وشهيق زفير. التمرين اللي بعده أيضا ثقل خفيف، رؤوس الأثقال متلاصقة أمام الصدر على بعض، الأصابع فوق، خبط اليد أصابع فوق، انخفاض بسيط في الكوع، ثانية بسيطة في الكوع، وافتحي وأغلقي. يلا هذا تمرين ما قبل الأخير. وشهيق زفير. يلا التمرين الأخير، انبطحي تماما، يدينك مستقيمة الأمام، رجولك مستقيمة للخلف، وأصابع رجولك مرتاحة. يلا ارفعيهم مع بعض، نزليهم. شهيق مع بعض، زفير نزلي. Let's go. آخر تمرين. تأكدي أن أصابع رجولك مرتاحة قدر الإمكان. ثلاثين ثانية متبقية. أحسنتم كذا، رجعي المؤخرة للخلف، بسطي يدينك للأمام وهي مبسوطة، وديها لأحد الاتجاهات أيمن أو أيسر، حافظي على الشهيق والزفير، اتجهي الاتجاه الآخر براحة اليدين. رجعي يدينك للخلف، حاوطي بها جسمك وارتاحي.
خذي شهيق زفير شهيق زفير. تأكدي تحسين بظهرك كامل مسترخي. أحسنتم. الآن ثبتي راحات الإيدين على الركب. خذي شهيق افتحي الصدر والأكتاف زفير. دخل الدقن باتجاه الصدر وقوس الظهر مسي. الآن اعكسي افتحي الدقن للأعلى بعدين دخلي للداخل للخلف. افتحي للأعلى دخلي للداخل للخلف. كده خلصنا تمرين اليوم. ألقاكم في تمرين قادم. مع السلامة. في أمان الله.